لقد أقنعتهم. أنا متأكدة. لقد أقنعتهم. إذا ستتزوجان قريبا؟ نعم ابنتي، خلال أسبوعين. نحن نحضر أمورنا مع أن الزفاف سيكون بسيطا. سنرسل معك الدعوات إلى ماريا ولويس فرناندو. إلى والدي؟ إلى اللذين احتضناك. نحن والداك الحقيقيان. هل بطلب شيء؟ مؤكد تيتا. امنحاني الوقت لأحبكما كما ينبغي. كل هذا كان غير متوقع وهو ليس سهلا، ولا أقصد أنني لا أحبكما. نعم بالطبع. أتعلمين تيتا، بعد الزفاف أمك وأنا نفكر أن نقيم لشهرين في أوروبا. ألا ترغبين بمرافقتنا؟ حبيبي ستبيت الليلة هنا؟ لا أمي أغريبينا، علي أن أعود إلى المنزل لأتكلم مع والدي عن الدروس. لن تبيت هنا بعد الآن أبدا؟ بلى أمي أغريبينا، سوف أمضي هنا يومين على التوالي في الأسبوع القادم، أنا أعدك. وعندما تبدأ الدروس فأقيم أكثر، لأن المدرسة أقرب إلى هنا منها إلى منزلي. لا تنسى. لكن ما تقولينه لي لا يصدق. قلت إن سوريا تظاهرت بالموت لكي يتمكن لويس فرناندو من أن يكون سعيدا مع من يحب. هذا ما تقوله. إنها نادمة عن كل الأذى الذي سببته، وعندما بقيت مشلولة بعد الحادث عرفت أن لويس فرناندو سيضطر لتحملها بقية حياته. لا تصدقين شيئا لوبي؟ لا ماريا، لا شيء. لا أعرف ماذا الحقيقة فيما ثوريا تقوله دون فيكتوريا، لكن الواضح من نظرتها المريعة أنها ما زالت تحقد. قالت إنها بقيت لسنوات غير قادرة على الكلام ومقعدة. هذا صحيح، مع مرور الوقت وبعد عدة عمليات شفيت، حتى أنها تزوجت وأصبحت أرملة. في النهاية كما تقولين هذا لا يصدق. ربما كان صحيحا، لا أدري. لكن بكل حال عمتي، إن عودة ثوريا لا تريح. أفكر مثل ماريا. بجميع الأحوال طلبتها أن تبتعد عن دنياك ودنيا ابني لويس فرناندو، وأن لا تعود مجددا إلى هذا المنزل. سامحاني، لا أقدر أن أرافقكما. تيتا، نود أن ترافقين ابنتي. ستكون هذه أول رحلة لنا معك تيتا. افهماني، لا أستطيع بسبب الدروس وبسبب والدي. نحن نفكر أن نتكلم مع آلي ديلا فيغا تيتا. لا، لا تفعل ذلك، لأنني لن أذهب معكما. أرجوكما امنحاني الوقت. أود أن تدعماني بما تقدران عليه. أنا أعرف أنكما والداي الحقيقيان وسوف أحبكما، لكن شرعيا يجب أن تبقى الأمور كما كانت عليه. شرعيا والداي هما ماريا ولويس فرناندو ديلا فيغا حتى نهاية حياتي. لو أنك رأيت التمثيلية التي لعبتها دكتور، فعلا تستحق جائزة أوسكار. لن يكون اسم ثريا إن لم أقنعهم بتوبة النصوح، حتى عمتي فيكتوريا وهي الأقصى بدت وكأنها صدقتني. نخبك. نخبك وتهنية الحارة. وماريا ابنة الحي أمامها لم أتمكن من كتمان الكره، ولكن لا يهم. وما هي ثاني خطوة؟ أن أدخل بينهم لأنتقم منهم. آها. ولا سيما من ماريا ابنة الحي. يا الحول، ثوريا عادت من القبر. لا لا لا، أظن أنها تابت. هي مليئة بالكره، وأشعر أن الهم
أبديت حسنا في الامتحان، وما أن أحصل على الشهادة الابتدائية سأنتقل بعدها إلى الثانوية. تعلمت كثيرا من السيدة كارو، وأمي سعيدة جدا. وأنا أيضا أخي أهنئك. وهل وصل أبي؟ لا لا أظن. ما الأمر ننديتو؟ في الواقع أردت أن أسأله إن استقبل أخيرا سيدة كانت بانتظاره عندما كنت مع أمي في الشركة. وهل هذا يهمك؟ تعلمين تيتا، هي امرأة جميلة جدا ومثيرة للغاية، وأنا أعتقدها معجبة بي. مساء الخير سيدي. مساء الخير كارلوتا. أين السيدة مريم؟ في غرفتها في الأعلى. مساء الخير حبيبي. مريم، أحتاج أن أكلمك. أعرف لما لويس فرناندو. ثريا ما زالت حية. أهي شابة؟ لا تيتا، قلت لك امرأة. نعم، امرأة ناضجة. حقا؟ لابد أنها في سن أمي تقريبا. ماذا؟ بهذه السن ونظرت إليك؟ نعم إلي، لقد رمقتني بنظرة تقتل. أنت مجنون. اسمعي، هي جميلة جدا حقا تيتا، امرأة مثيرة. إذن ثريا جاءت إلى هنا. لكنني بالكاد تبادلت الكلام معها. ذهلت حبيبي وعجزت فعلا عن الكلام عند رؤيتها. ولاحقا تصور، أمك أخبرتني هذه القصة المذهلة حقا. ما كان يجدر أن تأتي؟ كلمتها أمك كثيرا، وعلى ما يبدو أنها نادمة. مرت سنوات من دون أي أثر عنها. مرضت، تزوجت مجددا، مات زوجها، والمهم أن توبتها صادقة كما أظن. تعتقدين ذلك؟ بصراحة أنا خائفة لويس فرناندو. لا أريد أن أراها أبدا. بأي حال القانون ينظر إليها كميتة. ستفعل شيئا؟ لا أنا لا، هذا لا يؤثر بنا بتاتا. إنما لا تقلقي، فلتفعل ما يحلو لها. لا أرغب في أن أقترب البتة من ثريا. دونا فيكتوريا قالت لها إنها سامحتها وطالبتها أن تقترب منك ومني. أرجو ألا ترجع. آمل أن تختفي مجددا لسنوات، لسنوات أكثر مما اختفت حتى الآن. حقا أنا أعتبر هذه السن بداية الشيخوخة. هي اسمعي، لا دخل لهذا الأمر بكونها جميلة. حقاً. مساء الخير. مرحبا. مرحبا. لو سمحت أريد أن أكلمك بموضوع. نعم ناديتو، تكلم. عندما كنت مع أمي في الشركة رأيت امرأة جميلة جدا تريد التكلم معك. استقبلتها؟ غير معقول. يا رب أبعد الأفكار السيئة عن رأسي أرجوك، فمن لي غيرك؟ لن أتمكن من العيش بسلام مع عودة ثريا. هي المرأة التي كلمني عنها ناندو؟ كانت ثريا؟ ألم تعرفها حتى الآن؟ امرأة بتنورة سوداء وقميص بنفس اللون. نعم نعم ناديت، استقبلتها. قالت إنها ستعرض عليك صفقة. نعم صحيح، لكننا لم نتفق. إذن لن تعود إلى مكتبك؟ لا بني، لا سبب يدعو لعودتها. أنا في المكتبة أراجع بعض الأوراق. يبدو أنه استاء. لا لا أظن، لكن أنت بدوت خائبا أخي ناندو. لأنها إن لم تعد ثانية إلى مكتب أبي فلن أراها بعد الآن. حسنا، استخدم تحريا خاصا يبحث عنها في كل مكسيكو. ليس الأمر بهذه الأهمية. شاب يريدك سيدتي. مساء الخير سيدتي. أهلا، أنا ابن الأستاذ أرمانتيروس، جئت أخذ الوثائق التي عليك إرسالها لأبي. إذن أنت هو ابن الأستاذ أرمانتيروس. عجبا، تفضل تفضل تفضل، اجلس. بصراحة كنت مشغولة جدا، لم أتمكن من جمع كل الوثائق،
ولكن ما رأيك بتناول كأس معي؟ أود ذلك سيدتي، لكن هذا الآن أحتفل بانتصار كبير، أظنه أكبر نجاح في حياتي. شكرا سيدتي. نادن الثريا، لا داعي للتكلف، إن كنت ابن محامية أظننا سنصبح صديقين حميمين. نخبك نخبكي.